مع الذكرى 70 لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، نحاول أن نقف عند الوضع الأمني للعراق بالتعاون مع المنظمة في توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية للسكان مع كل التحديات التي واجهها العراق من قبل، وذلك بفعل الحروب وسنين العقوبات التي خنقت الإنتاج الزراعي في العراق وما يواجهه الآن بفعل عوامل الجفاف التي تضرب أراضي شاسعة من مناطق الزراعة والتي أرغمت الآلاف من مربي المواشي والحيوانات لترك مهنهم والاتجاه إلى أعمال أخرى بفعل نفوق مواشيهم أو تعرضها للمرض بسبب الجفاف أو عدم توفر الأعلاف بأسعار مناسبة. وعلى مر السنين عملت منظمة الأغذية والزراعة في العراق من أجل تعزيز قطاع الزراعة والصحة الحيوانية والموارد المائية، ويستفيد الشعب العراقي أيضاً من مشروعات المنظمة من حيث الخبرة التقنية وبناء القدرات. ومن أهم هذه البرامج التي تساعد على تقديم أمن غذائي متوازن للعراق وخاصة للأسر المتضررة من أسعار المواد الغذائية المستوردة هو إعادة تأهيل صناعة البذور في العراق بالعمل على مراجعة سياسة البذور والتشريعات الوطنية العراقية بما يخص هذا الشأن، وتوفير المعدات والمرافق الأساسية بما في ذلك أدوات معالجة البيانات والمعدات الزراعية وآلات معالجة البذور ومباني مختبرات وفحص البذور، وكذلك إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة في محطات البحوث، واعتماد سياسة البذور الوطنية العراقية وقانون البذور اللذان وضعتهما منظمة الأغذية والزراعة. وبالفعل شهدت الجهود هذه زيادة بالإنتاجية باتجاه تصاعدي. أما بالنسبة للنهوض بتقنيات تربية المواشي فقد تم إدخال تقنيات تربية الماشية المبتكرة وإنشاء مراكز تجميع الحليب وتنظيم المزارعين في جمعيات تحيط بهذه المراكز للمساعدة باستمرارهم بالعمل ووضع حد للخسائر وضمان جودة المنتوج وتوسيع فرص التسويق وتشجيع خلق فرص العمل من جوانب الإنتاج والتصنيع والتوزيع في جميع المناطق بين المدن والريف. ومن ناحية تحفيز إنتاج الأسماك فقد تم العمل على تحفيز قطاع مصايد الأسماك وإنتاج الأسماك ووضع قانون بشأن مصايد الأسماك وتربية الأحياء الماشية وتشييد مركزين، واحد لتربية الأسماك والأبحاث الجينية والآخر لتربية الأسماك والتفريخ. ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الأموال والمساعدات لمساندة الأسر الزراعية من دعم حكومي ودعم دولي وخاصة في إنتاج المحاصيل والماشية للتخفيف من الضرر في الغذاء ومن أجل إدرار الدخل وتوفير فرص العمالة للعاملين في القطاع الزراعي وضمان عدم تسربهم إلى مهن أخرى ذات تحديات أقل.